مرحبا بالجميع في فقرة سؤال وجواب. سؤال اليوم: ما هو الشيء الذي يمشي بلا أرجل ويبكي بلا عيون؟ أكرر: ما هو الشيء الذي يمشي بلا أرجل ويبكي بلا عيون؟ مهلة للتفكير، ومن عرف الإجابة يضعها في التعليقات. الإجابة هي السحاب. السحاب أو السحب تنتقل من مكان إلى آخر ومن دولة إلى أخرى بلا أرجل. كذلك السحاب تبكي وتنزل الأمطار بدون عيون. هذه الإجابة هي السحاب، الشيء الذي يمشي بلا أرجل ويبكي بلا عيون. إنها فقرة للترفيه وفقرة للتفكير والتأمل. إلى اللقاء إن شاء الله في سؤال وجواب جديد. يمكن أن تشتركوا بالقناة ليصلكم لغز وسؤال وجواب جديد. في القناة لدينا العديد من هذه الفيديوهات، يمكن تصفحها في القائمة سؤال وجواب. إلى اللقاء إن شاء الله في سؤال وجواب جديد. إلى اللقاء.